تسود حالة من الأحزان في محافظة كفر الشيخ حزنا على فقيد الشباب خالد أحمد مبروك الذي لقي مصيره عقب عودته من مدينة كفر الشيخ إلى مركز الرياض أو إلى مدينة الرياض تحديدا. ومعنا زملاؤه يتحدثون عن أهم الذكريات مع خالد متفوق الثانوية العامة الذي حصل على 99% في الثانوية العامة وكان يستعد للالتحاق بكلية الطب إلا أنه القدر حال دون ذلك. نتعرف بحضرتك. أحمد مصري صديق خالد هو خالد ما شاء الله طبعا متفوق دايما حلوة وبيحب ينصر مع كل يعني ما عمره قدر هو كان ما شاء الله كان حلمه يعني يخش كلية الطب ويفرح أهله والحمد لله حقق ده بس ربنا افتكره وما يبعدش عنه خلاص. خالد كان متفوق علميا ومتفوق رياضيا طبعا من ابتدائي كان ما شاء الله متفوق وكان بيجيب درجات حلوه وكان ما شاء الله بيطلع من 10 الاوائل دايما. ذكرياتكم معاه ايه في الدروس في المدرسه؟ والله يعني الذكريات ما تعديش يعني هو خالد اقول لك هو يعني ما فيش حد ما كانش ليه ذكريات مع خالد وكان دايما بيضحك كان دايما بيهزر في الفصل في اي حته والمدرسين دايما كان بيهزر معاه وكان بيضحك يعني ذكريات اخر اتصال كان بينك وبين خالد ايه؟ اخر اتصال كان بينك وبين خالد ايه قبل الحادثه بيوم قابلناه كان ماشي بالعربيه وسلمنا عليه وبتاع ربنا يرحمك على السؤال ده يا رب. تعرف بحضرتك محمد ياسر صدر خالد. ذكرياتك مع خالد خالد كان طول عمره متفوق سواء علميا او رياضيا كان بيحب الكوره كان على طول بيحب الكوره وعلى طول بنلعب مع بعض كوره كان روحه حلوه على طول بيحب الهزار بيحب يضحك كل الناس ما بيحبش حد يزعل منه ابدا بصراحه افتقدناه كتير قوي وهنفتقد الحياه الله يرحمه وزعلنا عليه جامد طبعا وفجعه بالنسبه لنا كلنا فجعه بالنسبه لنا كبيره جدا اتخضينا ولحد دلوقتي مصدومين مش قادرين نصدق اللي هو توفى فالله يرحمه يا رب ويحسن اليه ويكون في المنزل احسن عند ربنا. عرفتوا منين خبر وفاته؟ والله انا صديقي لقيته بيرن عليا قال لي خالد في المستشفى رحت على خبر وفاته والله. ايوه كانت بالنسبه لي صدمه كبيره ومش مصدق لحد دلوقتي. يعني خالد كان روحه جميله جدا بيحب الهزار جدا ما بيحبش حد يزعل منه ابدا كل الناس كانت بتحبه ما شاء الله يعني كل الناس كانت بتحبه الله يرحمه يا رب ويسكنه في سن جناته يا رب. ايه اخر الذكريات اللي افتكرها مع خالد في الثانويه العامه او اخر ايام الامتحانات؟ كان على طول كنا على طول بنروح الدروس مع بعض وكنا بنشوف الدروس ونسلم على بعض كان بيسال عليا دايما في اي ازمه في اي فرح يجي عليا اول حد بيسال عليا صراحه كان جدع جدا وشهم جدا وكل الناس معترفه بالدال يعني ويحسب له في سيرته يعني الحمد لله ربنا يرحمه يا رب ويكون في ميزاننا حسناته يا رب ان شاء الله باذن الله يعني. كنا ناويين بقى كدفعه تعملوا له حاجه مثلا طبعا ان شاء الله نطلع نختم له احنا رايحين دلوقتي نختم له وان شاء الله نطلع صدقه جاريه على روحه ان شاء الله على طول دايما على طول هنفضل ندعي له باذن الله وهيفضل في بالنا لحد ما نروح له ان شاء الله باذن الله يعني. زرت القبر النهارده؟ لا لسه احنا دلوقتي في طريق القبر دلوقتي هنروح نختم له باذن الله ان شاء الله تبقى الختمه عند المقابر وكده ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ربنا يرحمه ويجعل مسواه الجنة ويجعل ده في ميزان حسناتكم ان شاء الله. حابب تقول حاجه تانية؟ نرجو بس الدعوه وقراءه القران دي كتير لان هو محتاج ده دلوقتي اكيد يعني وده اللي هيفيد ان شاء الله ويا رب يا رب يعني يبقى في ميزان حسناته ودايما كلنا نفتكر خالد ما حدش ينسى.